اول شيء بنتكلم على الفريق الفائز، الفريق الجدير. ترتنا وترتنا، منو بيفوز الحين؟ مين بيفوز الموسم الثاني؟ هو رجسي. انا لازم اشارك، الحين بتصل عليهم وبشارك، بس اهم شيء يردون، اهم شيء يردون، يردوا علي يا اخي بشارك مع الفريق البرتقالي، بفوز على الاخضر. انا شجوع، شجوع زالي. احنا انا اذا رديتوا علي بس ردوا 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 يا اخي، بعدهم ما ردوا. بلاك حارق تليفوني اتصالات، شو تبغى؟ انت نفسك المذيع اللي في التلفزيون صح ولا انا غلطان؟ انا المذيع نفسه، شو تبغى؟ لا وياك كم انتفخ؟ انتفخ من الهم والغم، 15 سنه تتصل بي، شو تبغى؟ انا ابغى اشارك، انا من الشجعان ترى. برنامج سفاري مخلص من 15 سنه، الناس عيلت، عرست، طلقت، خطوني جزيرة 90، اتركوني في حالي، خلاص خلاص، لا حول ولا قوه الا بالله. Mm-hmm.